في مدينة غزة استشهد 15 فلسطينيا في قصف الاحتلال شقة سكنية فجر اليوم وشقة سكنية فجر أمس. وقال مراسل العربي إن القصف استهدف شقة بجوار مستشفى الشفاء، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء ونجاة طفلة رضيعة وسط دمار كبير. وأفاد مراسلنا أن انفجارات واشتباكات ما زالت متواصلة شرقية مدينة جباليا وجبل الريس شرقي حي التفاح. طفل عشان هيك